مشاهدينا اهلا بكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم حوتا عظيما. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه صوم يونان. زي ما حضراتكم عارفين احنا حابين نتكلم عن يونان النبي من خلال عده تاملات. هنتامل في طقس الصوم، هنتامل في سفر يونان، كمان النهارده هنتكلم عن روحانيات صوم يونان. خلونا اقول لكم، ابدا معاكم المقدمه بالصلاه اللي صلاها يونان النبي في جوف الحوت. يونان النبي قال: دعوت من ضيقي الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاويه فسمعت صوتي، لانك طرحتني في العمق في قلب البحار فاحاط بي نهر. مشاهدينا هنتكلم النهارده عن روحانيات صوم يونان مع أتسابونا اللي مشرفنا، القمص يوحنا فايز، كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بالمهندسين. أتسابونا يعني منورنا ومشرفنا، وكل سنة وأتساك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وأتساك طيب وأتسابونا. الحقيقة احنا هنتكلم النهارده عن روحانيات صوم يونان، ولكن أنا قبل ما نتكلم عن صوم يونان بالذات عايزين نتكلم عن الصوم عامة في الكتاب المقدس. يعني أتساك تدينا تأمل عن الصوم في الكتاب المقدس. الصوم في الكتاب المقدس بدأ من بدء الخليقة. ربنا لما خلق آدم وحواء مسك آدم كده وقال له: من جميع شجر الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير فلا تأكل منها. فكان هنا ربنا بيديله تصريح أنه يأكل من كل الشجر، لكن ليه ما ادالوش تصريح أنه يأكل من شجرة معرفة الخير والشر؟ هنا حكمة إلهية. لما ربنا منعه أنه يأكل من شجرة الخير والشر عشان حياته برضه، لأنه قال له لما إن أكلت منها موتا تموت. يبقى ربنا بيدي فكرة الصيام في الكتاب المقدس كله للحياة، حتى لما يمنع الإنسان عن أكل شيء معين برضه للحياة، لأن لو كان آدم أكل من الشجرة دي كان موتا سيموت، وده اللي حصل بعد كده لما أخطأ آدم، مات موت أدبي وبعد عن ربنا، وإحنا عارفين قصة خروج آدم من الجنة. إذن مبدأ الصوم مبدأ كتابي في أوله. في ناس كتير في الكتاب المقدس صامت أصوام كتيرة. في أصوام في الكتاب المقدس نوعين، في أصوام فردية وفي أصوام جماعية. يعني لو بصينا لموسى النبي صام صوم فردي لما أخذ لوحي الشريعة، اللي هي النبي صام صوم فردي، السيد المسيح صام صوم فردي، حنا النبية كانت عابدة بأصوام في الهيكل 86 سنة أصوام فردية، داود النبي قال أذللت بالصوم نفسي أصوام فردية، لكن في أصوام جماعية زي أهل نينوى، زي أهل نينوى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بالضبط، وزي أستير لما صامت مع شعب بني إسرائيل، وزي منحمية النبي صام أيام السبي، وعزر النبي، وزي ما صام دانيال وصام الثلاث فتية وصام معهم الشعب. يعني النحمية وعزرة صام معهم كل الشعب. طيب هل يأتسابونا في مفهوم للصوم نقدر نوضحه يعني نفهمه كلنا؟ هل في مفهوم للصوم؟ وبرضو هل في أنواع للصوم برضو أتساك توضحها لنا؟ ناخد الأول مثلا أنواع الصوم. تمام. في الكنيسة احنا قلنا ان الأصوم في أصوم فردية وأصوم جماعية، ده في الكتاب المقدس. الكنيسة فيها صوم نوعين، صوم درجة أولى وصوم درجة ثانية. الصوم الدرجة أولى اللي فيها ما بنصوم الصيام بدون أكل سمك. الصيام الدرجة الثانية بنصوم الصيام فيه بأكل سمك. الصيام الدرجة الأولى زي الصوم الكبير، زي صوم البرامون، زي صوم أربع وجمعة، زي صوم يونان اللي احنا بنتكلم عنه. تمام. الصوم الثاني اللي هو من الدرجة الثانية زي صوم الست العذراء، صوم الرسل، صوم الميلاد. دول درجتين من الصوم. يمكن ناس تتساءل ليه عملنا درجتين من الصوم، أو ليه عملت الكنيسة درجتين من الأصوام. الصوم الأولاني قلنا ما فيهوش أي، يعني هو مبدأ الصوم أولا الامتناع عن الطعام فترة معينة، ثم يتناول بعدها الصائم أطعمة نباتية خالية من الدسم الحيواني. تمام. ده المبدأ. إن الإنسان يصوم فترة يتناول بعدها أطعمة نباتية خالية من الدسم الحيواني. طب ليه بنضيف السمك في أصوام الرسل وصوم الست العذراء وصوم الميلاد؟
الكنيسة رأت أن فترات تخفيف. الأصوام كبيرة بالضبط على المؤمنين على الناس المرتبطين بحب ربنا بيحب يصوموا، فخففت عليهم فترات صوم الرسل، فترات صوم الست العذراء، فترات صوم الميلاد، وضعت فيه أكل السبع. لكن مبدأ الصوم ما زال هو هو، إنك أنت تمتنع عن الأكل، تأكل أطعمة نباتية، لكن أضافت السمك للتخفيف. تمام. طيب برضو لو جبنا يعني القدسك زي ما وضحت لنا كده، أن يكون في صوم انقطاعي وبعد الصوم الانقطاعي أكل نباتي. برضو حابين نفهم برضو ليه الأكل النباتي؟ ده سؤال جميل يا يوسف. أولا زي ما قلنا أن ربنا لما بدأ الصوم مع آدم قال له كل من شجر الجنة، ما كانش بيأكلوا اللحوم. الشجر ده ثمار الشجر اللي هي نباتية. نتدرج بعد كده نلاقي ربنا ما كانش بيديهم الأكل الحيواني، ادهلهم بعد الطوفان. الأول رغم أن ربنا كان خلق الحيوانات وخلق كل شيء، لكن آدم آخر الخليقة، فلما جه ربنا قال له ما تاكلش من كل الحيوانات لكن كل من الأشجار بس. فده مبدأ الصوم النباتي. تمام. بعد كده تدرجنا أن ربنا لما مشي مع بني إسرائيل، لما حب وخرجهم من أرض مصر، حب ينزل لهم المن. المن ده نباتي. لما اداهم السلوى ده كان نتيجه تذمرهم، ده مش راي رب، مش ربنا عايز كده. هم تذمروا وعايزين قدور اللحم اللي في مصر، فعشان كده ربنا اداهم هذا المبنى. لما ندور على صوم دانيال، لما صام دانيال لقيناه كان بيصوم بالقطاني، القطاني اللي هو البخور. لما ندور على حزقيال لقيناه كان بيصوم بالعدس والشعير والقمح. فكل دي كانت اصوام نباتيه. فبدأ الانسان انه يعيش بالطعام النباتي. أما أمور اللحوم دي ربنا اداها لهم رغم لتذمرهم، ورغم كده ربنا فرض على الإنسان عقاب. قال كده الكتاب المقدس، قال لا يديم روحي في الإنسان لزيغانه، لما بدأوا يطلبوا أكل اللحم ويبعدوا عن ربنا. يعني حتى تلاقي ربنا أعمار الناس في العهد القديم في الأول قبل الطوفان وفي بداية الطوفان كانت كبيرة جدا، بعد كده العمر لا يتعدى 110 120 130 وهكذا. تمام. عشان كده ربنا حتى قال هذه النقطه، لا يديم روحي في الانسان لزي غانه، لان الانسان بيطلب حاجات. عشان كده انا مش هديله عمر طويل على الارض. لكن لو كان الانسان عاش ايام النبات كان بيعيش 969 سنه وسنين كتيره. احنا حاجات طبعا بنستعجب عليها دلوقتي، يعني نديك الصحه يعني. ربنا يخليك وتسوينا. طيب برضو حابين برضو ان يعني قدسك توضح لنا ان طبعا احنا كلنا عارفين صيام يونان، وكل ما بيجي صيام يونان بنصومه، ولكن حبيب نعرف بس يعني لمحه تاريخيه عن امتى بدا صوم يونان في الكنيسه القبطيه، يعني بدا امتى بالظبط نبتدي احنا نصوم صوم يونان. صوم يونان في الكنيسه القبطيه ابتدا في عهد الانبا ابراهام ابن زرع. تمام. عهد الانبا ابراهام ابن زرع كان بطرق 62 السورياني. برافو عليك انت. سهلت حته عليا. لما قلت السورياني، انبا ابراهام ابن زرع كان سورياني، كان صوم يونان بيتصام في الكنيسه السوريانيه. لما حصل نقل جبل المقطم في مصر صامت الكنيسه 3 ايام. تمام. فالانبا ابراهام ابن زرع لانه سورياني مرتبط بالكنيسه السوريانيه حاول يخلي الكنيستين فكر واحد، فإداهم من عندنا إنهم يصوموا صوم نقل جبل المقطم، وأخذنا عنهم صوم يونان. فبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصوم يونان صوم منفرد، ووضعته قبل الصوم الكبير ب15 يوم. والكنيسة السريانية خدت الثلاث أيام بتوع صوم نقل جبل المقطم وأضافتهم على أصوامهم. وعشان كده الكلمة نسمي دايما، حتى إحنا بنذكر بطرك السريان في صلواتنا، لأن كنيسة واحدة، كنيسة القبطية والكنيسة السوريانية كنيسة واحدة يعني. عشان كده من ساعتها، الكلام ده كان تقريبا في القرن العاشر الميلادي، لأن الأنبا ابراهام ابن زرع تنايح سنة 970 ميلادية، فأكيد هو قبل فترة حكمه اللي كانت قبل 970 ميلادية، يعني في القرن العاشر الميلادي. القرن العاشر. طيب برضو يعني قدسك اوضحت لنا يعني الصوم وانواعه، وكمان حددت لنا كمان ان صوم يونان بالذات كان صومنا الكنيسه القبطيه صمته امتى، ولكن نيجي ننتقل لاهميه الصوم بقى بالنسبه للانسان، بالنسبه للانسان في الكنيسه اهميه الصوم بالنسبه له، وكمان الفضائل الملازمه للصوم، عشان برضو نعرف قد ايه الصوم بيبقى فيه فضائل ملازمه ليه، ونقدر بقى نطبقه ازاي فيه من خلال صوم يونان يعني. برافو.
عشان نتكلم عن أهمية الصوم نشوف شهوة الأكل عملت إيه في الإنسان. تمام. أنا عشان أعرف الضد لازم أعرف الحاجة اللي ضدها. يعني تمام. حتى في اللغة العربية بيقولوا الضد يبرز حسن الضد. لما أشوف الأكل عمل إيه في الإنسان أحس الصوم بيفرح الناس الإنسان. لو خدنا من بداية الخليقة آدم وحواء لما خلفوا ربنا وكلوا من الشجرة اللي ربنا ما قالهمش عليها، إيه اللي حصل للإنسان؟ طرد من حضرة الله، ما تواجدش في الجنة، وتنزلت عليه عقوبات، وإحنا عارفين طبعا القصة. فعشان الإنسان يحس إن عدم الصوم أو عدم الالتزام بالصوم خسروا حاجة مهمة جدا، كان ماشي في الجنة مع ربنا بيكلمه ربنا لغاية ما ربنا طرده من الجنة. فعشان يرجع الإنسان لحضرة الله مرة تانية لازم يصوم وياخد معاه فضيلة. تمام. لازم يصوم زي ما احنا بنقول وياخد معاه فضيلة الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة مكتوب عنها إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون إيه؟ وسط. وسطهم. فيرجع تاني الإنسان لحضرة ربنا، للوجود في حضرة الله. الإنسان لما بيصلي يوجد في حضرة الله. يبقى كده عرفنا احنا أول مبدأ. تاني حاجة لما شفنا سدوم وعمور، حسبيان لما يتكلم في إصحاح 16 عن سدوم وعمور يقول كده ما كانتش مشكلة سدوم وعمور شرب الخمر. أمال إيه كانت مشكلتهم؟ كانت مشكلتهم الشبع بالامتلاء، يعني الأكل برضو. فعشان كده سلكوا طريق النجاسة والزنا والدعارة، فخسروا حياة الطهارة كلها والعفاف. عشان رب يرجع الإنسان مرة تانية لحياة الطهارة دي لازم يصوم مع حاجة تانية، فضيلة تانية. فكان لازم يصوم مع أنه يتناول. هتقولي ليه يتناول؟ لأن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، فهو عايز يثبت في المسيح، ياخد الطهارة، يبقى عضو من أعضاء المسيح. حتى الإنجيل يقول أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها زانية؟ ما ينفعش. يبقى إذن عشان أعيش في المسيح أعيش إنسان طاهر. فالتناول مع الصوم يديله طهارة ويرجعه الرتبة الأولى. ناخد بعد كده عيسو. عيسو طبعا عشان أكلة عدس فقد البركة والبكورية. تمام. تمام. لما عيسو فقد البركة والبكورية، وإحنا عارفين قد إيه البركة والبكورية كانوا مهمين في العهد القديم، ومن النصيب اتنين وكل الناس تخضع له ويبقى سيد على إخواته وكل الحاجات دي كلها. عشان يرجع الإنسان ياخد البركة والبكورية مرة تانية لازم يصوم وجنبيها فضيلة. إيه الفضيلة؟ يقرأ في الكتاب المقدس. هتقولي ليه برضو يقرأ في الكتاب المقدس؟ لأن الكتاب المقدس هيشبعه، مش هيدور على أكلة عدس عشان يفقد البكورية. الكتاب المقدس بيقوله كده ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. الكتاب المقدس بيقوله أنا كان في إيدي خمس خبزات وسمكتين أكلت منهم 5000 واحد. فيعطيه الشبع، يدور يحس ان ربنا اداله الشبع كده. عشان كده الكتاب المقدس بيقول كده زي ما قال داود النبي كنت فتى والان شخت لم اجد صديقا تخلي عنه او ذريه تلتمس له خبزة. يعني مفيش حد ماشي مع ربنا ومحتاج الخبز. فعشان كده لازم الانسان يصوم ويقرا ايه؟ يقرا في الكتاب المقدس. ناخد بعد كده مثلا بني اسرائيل. بني اسرائيل لما طلعوا سينا تذمروا على موسى. عايزين ايه؟ عايزين قدور اللحم. طب يا جماعه ما قدور اللحم دي كنتوا عبيد في مصر. يقولوا احنا عايزين العبوديه مع اللحم. ناكل في لحم بس نبقى عبيد. ما ينفعش. فاذا الانسان بالاكل بشهوه الاكل خسر الحريه. عشان بني اسرائيل خسروا الحريه كانوا محتاجين يصوموا، او الانسان عموما في بني اسرائيل كفكره بني اسرائيل في الإنسان نفسه يصوم زائد يتوب. ليه تقول لي يختار التوبة في الحالة دي؟ لأن التوبة بتقول كده من يفعل الخطية فهو عبد للخطية، أسف اللي يفعل الخطية. فالإنسان التائب يصير فوق الخطية، يصير غير عبد، يصير حر. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. يبقى يرجع الإنسان لحريته. يبقى كده خلصنا. في العهد الجديد إدانا مثل حلو تاني. إيه هو المثل؟ الإنسان الغني اللي أخصبت كورته وقال لي إيه؟ أهدم المخازن القديمة الضيقة دي وأبني مخازن كبيرة وأقول لنفسي كلي واشربي لسنين إيه؟ لسنين كثيرة. تمام؟
طب جاله صوت من السماء بيقول له الليلة تؤخذ نفسك منك، اللي انت هتحوشه ولنفسك بس هتعمل بيه ايه؟ ولا حاجة. اذا خسر الابدية كلها عشان احتفظ لنفسه بكل شيء وما سألش في الناس. عشان البشرية ترجع للأبدية مرة تانية لازم تعمل الحاجتين، تصوم وتعطي العطاء. ما يبقاش الإنسان أناني ما ياخدش حاجة لنفسه، لازم يعطي، لأنه مغبوط أنه هو العطاء أكثر من إيه؟ أكثر من الأخذ. ودي برضو فضيلة يعني يجب أنها تكون موجودة مع الصوم، مع الصوم ممتازجة مع الصوم طبعا، الفضائل اللي مرتبطة بالصوم مع الصوم اللي هترجع الإنسان لرتبته الأولى. ترجع الإنسان لرتبته الأولى. وبعدين في كلمة أحب أقولها عن العطاء صغيرة بسيطة. اتفضل. الناس فاكرة إن 10 ناقص 1 يساوي 9، لكن أنا بقول والكتاب المقدس بيقول 10 ناقص 1 يساوي 109. يعني لما تدي الواحد من عشورك فلوسك هتبقى 109 مش 9. إزاي؟ هو ربنا قال كده، هات العشور اللي يعطيني دربوني. شيء اللي يعطيني شيء أرده له 100 ضعف مع حياة أبدية. طب لو إحنا خدنا واحد من 10، أدي إدانا ربنا 100 بداله، وكان عندنا 9 من الاول يبقى بقينا 109. يبقى 10 ناقص 1 لا تساوي 9 انما تساوي كام؟ 109. فعشان بس نبقى فاهمين مبدا العطاء عند ربنا مع حياه ابديه، يبقى كده احنا نقدر نقول ان الصوم رجع الانسان لرتبته الاولى، بس لطبيعته. مع الصوم لطبيعته الاصليه، طبيعته الاصليه لوجوده في حضره ربنا، عدم الشهوات، العطاء. فعشان مع الصوم لازم ياخد البركات بالفضائل اللي اتكلمنا عليه. تمام. طيب احنا بس نستأذن قدسك، نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع قدسك. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع قدس ابونا عن روحانيات صوم يونان، فخليكم معنا. في يوم من الايام كلف الله نبي اسمه يونان وقال له شعب نينوى أشرار علشان لسه محدش فيهم يعرفني ومحدش علمهم أي حاجة عني ولا حتى وصاياي، علشان كده يا يونان انت لازم تروح لهم وتكلمهم عني وعن محبتي ليهم وكمان عن وصاياي، ولو ما تغيروش هعاقبهم بعد 40 يوم. لكن الحقيقة يونان كان محتار وقرر انه هيروح مكان بعيد جدا عن نينوى، وكان فاكر ان بكده الله مش هيعرف يوصله. وفعلا قرر انه يروح بلد اسمها طرشيش، وفعلا راح يونان لسفينة كانت رايحة طرشيش علشان يهرب من الله. وكان مع يونان في السفينة بحارة وثنيين، وهم في طريقهم إلى طرشيش حصل عاصفة جامدة قوي والسفينة كانت هتغرق بيهم، فقرر كل بحار يصلي لإلهه علشان ينجيهم، بس برضو الريح والعاصفة كانت بتزيد. فقرروا إنهم يعملوا قرعة، وفعلا عملوا القرعة ووقعت على يونان. فقال يونان للبحارة إنهم لازم يرموه لأنه هربان من إلهه وإلهه غضبان منه، وإنها غلطته إنه زعل إلهه منه. ورموا يونان من السفينة وبلعوا حوت كبير، وفضل يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي صلى فيها يونان علشان الرب يسامحه. فأمر الرب الحوت بخروج يونان، وبعد كده قرر يونان إنه يروح نينوى زي ما ربنا كان عاوز. وراح يونان لشعب نينوى وفضل يكلمهم عن ربنا وعن محبته، وهم كانوا بيسمعوه وأمنوا وتابوا وتغيروا وعرفوا كل وصايا الله وصاموا 3 أيام. ومشي يونان من نينوى وكان طريقه في الصحراء وتعب قوي، فزرع الله ليه شجرة في وسط الصحراء، ففرح يونان ونام تحتها. بس لما صحي
لقى الشجرة ماتت، زعل قوي يونان وقال لربنا: ليه يا رب سبت دودة صغيرة تاكل الشجرة الكبيرة؟ وليه ما عاقبتش أهل نينوى؟ فقال له ربنا: انت زعلت علشان شجرة ما تعبتش فيها، وكنت عاوزني أعاقب شعب أنا خلقته وبحبه وما كانش يعرفني وعرفني. مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في برنامجكم حوتا عظيما، ومكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن روحانيات سوم يونان مع أتسابونا القمص يوحنا فايز كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بالمهندسين. وتسمونا كنا بنتكلم عن الصوم، وكنا بنتكلم عن أنواع الصوم كمان، وإمتى الكنيسة القبطية بدأت صوم يونان. حابين نتكلم عن فوائد الصوم برضو، ومعلش برضو قدسك يعني عايزين برضو نعرف مشاهدينا وإحنا كمان نعرف معاهم إزاي نقدر نقدم صوم مقبول لرب المكتب. عشان نتكلم على فوائد الصوم لازم ناخد المبادئ دي من الإنجيل. عندنا تقريبا 5 أو 6 حاجات نقدر ناخد منهم فوائد الصوم في الإنجيل. طبعا ده على سبيل المثال مش الحصر يعني. أول حاجة إن ربنا لما قال لآدم كل من كل الشجر ما على شجرة، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. يبقى ربنا بيدي الإنسان الصوم للحياة، منعه من الشجر عشان يعيش عشان يحيا. لو ما كانش منعه كان مات. بس طبعا ده الخطيئة موضوع تاني. ده أول نقطة. أول حاجة إن الصوم أعطاه الله للإنسان إيه؟ للحياة. تاني حاجة، إحنا في عندنا آية بتقول إيه؟ ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا بل محبة وفرح وسلام. وسلام تمام. طب في السماء في أكل؟ ما فيش أكل. طب لما أنا أكون إنسان صايم، فكر معايا كده يوسف، يبقى أنا بعيش السماء على الأرض. السماء ما فيهاش اكل، انا انسان صايم مش باكل. تمام. صح. السماء فيها المسيح، انا راح اتناول وراح اعطي القداس. فانا بعيش السماء على الارض بالصيام. اوكي. بعيش سماء على الارض، بحس حياتي على الارض هي السماء، لان هي دي العيشه اللي هنعيشها في السماء. تمام. لا اكل ولا شرب، بس احنا بنوجد في حضره الله. ثالث حاجه، الانجيل بيقول لنا ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تموتون أعضاء أعمال الجسد فاستحيون. دي في رومية 8. عايز يقول لنا إن الصوم بيخلينا نهتم بالروح، ننشط الروحيات والممارسات الروحية، نقدر نتغلب على الشهوات. فيعني إذ الإنسان لو مشي ورا شهوة الجسد هيغلط، زي ما تكلمنا من شوية عن قد إيه البشرية خسرت حاجات كتيرة لما مشيت ورا شهوة الأكل ونسيت ربنا. عندي كمان آية تانية، القديس بولس الرسول بيقول إيه؟ أقمع جسدي وأستعبده حتى ما بعد ما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. يبقى الإنسان ياخد باله من شهوات جسده ومن متطلبات جسده، لا إلا تكون الشهوات دي هتبعده عن السماء. زي اللي اتكلمنا عليه الإنسان الغني، كان شهواته في ماله في أكله وشرب. بكده برضو فضيلة ضبط الشهوات، ضبط الشهوات. فالصوم بيساعدني في ضبط الشهوات. مظبوط. بالضبط كده. يبقى الصوم بيساعدني في الممارسات الروحية، في ضبط الشهوات، في يعيشني عيشة السماء، بيخليني أحيا حياة أبدية. آخر نقطة عايزين نقولها، إن يعقوب الرسول القديس، يعقوب الرسول في رسالته في صحة 4 بيقول إيه؟ ومن أين المخاصمات والمنازعات التي بينكم؟ من لذاتكم المحاربة في أعضاء. يبقى إذن الإنسان لما بيمشي وراء لذاته بيحصل معاه إيه؟ خصام ومحاربات مع الناس، ما بقاش في سلام. تمام. زي ما حصل بالضبط مع رعاة لوط ورعاة إبراهيم. ده عايز ياخد الحتة الحلوة. لكن إبراهيم لأنه إنسان الله ورجل الله، قال للوط خد الحتة اللي أنت عايزها، ما يهمنيش أنا، أنت رحت يمين أنا رحت شمال، لا تكن مخاصمة بيني وبينك. فلما امتنع عن أنه يأخذ الحتة الحلوة اللي في نظر لوط حتة حلوة، صارت أرض إبراهيم أحلى، وصار أرض لوط في سدوم وعمورة اللي ربنا حرق. فيبقى إذن الصوم بيديني سلام، ما بدورش على اللذات. يبقى إذن الصوم بيديني حياة، يعيشني عيشة السماء،
يخليني أتحكم في رغباتي في شهواتي، يديني أن أنا أعمل ممارسات روحية، يديني ضبط للإرادة. ودي حاجة نقطة نفسية مهمة، الإنسان قدامه حاجة يضبط نفسه، قدامه شهوة، فلو ضبط نفسه في الأكل هيضبط نفسه في الشهوة. يعني هتطبق المبدأ أن الإنسان قادر أن يستطيع أن يلجم جسده كله. وطبعا وإحنا عارفين الآية اللي بتقول حاكم نفسه خير من إيه؟ من حاكم مدينة. الإنسان اللي يتحكم في رغبات نفسه أحسن من الإنسان اللي يتحكم في مدينة بحاجة. كمان أتسابونا يعني الصيام يونان يعني التلات أيام، لو إحنا فعلا مشينا زي ما أتساك قلت حاولنا نكتسب الفضائل في التلات أيام، إحنا كمان هندخل على صيام كبير، فطبعا يعني هنطبق بقى كل الفضائل دي علشان تبقى معانا. ده هدف الكنيسة من أنها وضعت صيام يونان قبل الصوم كبير كنوع من تجهيز النفس للصوم والروحانية للصوم. طيب حبيب برضو أتسابونا يعني توضح لنا التأمل في رحلة الثلاث أيام في صوم يونان، وقد إيه ربنا يعني التأني على يونان، والتأني كمان على أهل اليونان. أيوة. وكمان يعني رفع غضبه عنهم. شوف إحنا ممكن نمسك الثلاث أيام بتوع يونان ونحط لكل يوم منهم عنوان. تمام صح. أول يوم لما ربنا بعت يونان عشان يروح ينادي على نينوى عشان تتوب، ممكن ندي عنوان لهذا الإصحاح أو هذا اليوم: الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بغض النظر عن يونان إنسان مطيع لله أو غير مطيع لله، أو كانت هناك مشاكل لأن أرض أشور حتى حدث بإسرائيل وكانت نينوى دي عاصمة مملكة أشور، فهو الرجل مش عايز يروح عندهم، مش عايزهم يتوبوا، مش عايزهم يعرفوا ربنا عشان ما يسبوش شعب بني إسرائيل في السبي، لكن ربنا عايز الكل يتوب. الله كان قداس البابا الأنباش نودا الثالث كاتب كتاب جميل بيقول لك الله للكل. يونان كان عايزه لنفسه وعايزه بني إسرائيل، لكن ربنا للكل، الأمميين الوثنيين البعيد عن ربنا. فأول إصحاح نقول عليه إن ربنا عايز الكل يخلص. تمام. كل البشرية. تاني إصحاح لما دخل يونان في بطن الحوت وترمى من البحارة، وشفنا مش هنتكلم طبعا دلوقتي عن إيمان البحارة وموقفهم من يونان، لكن عايزين نتكلم عن نديله عنوان الآية اللي بتقول نقشتكم على كفة يدي فإن نسيت الأم الرضيع ابنها أنا لا أنساه. يعني ترمى في المية، الناس كلها حست أنه هو سبب بابلية أو مصيبة، لكن ربنا أعد اليهود ما نسيهوش حتى في عمق البحر، أو ده اللي قاله يونان، ربنا أعد اليهود وحافظه. فالإصحاح الثاني بيفهمنا قد إيه ربنا ما بينساش الإنسان. يعني حتى كمان لو الإنسان وقع في خطية أو وقع في حاجة بدأها برضو ربنا ساعتها ما بينساهوش. نضيف الجزئية دي على الآية بتاعت ناقشتكم على كفة، نضيف الجزئية دي في الإصحاح الثاني أن الله كثير الرحمة بطيء الغضب. تمام. كثير الرحمة بطيء الغضب، رغم أن يونان بعنده هو نبي عنده، لكن برضو كان بطيء الغضب عليه. لكن عايز أفهم حاجة صغيرة، رغم مخالفة يونان ربنا استفاد. في الإصحاح الأولاني أو في اليوم الأولاني بنعتبر أن البحارة وأهل السفينة أمنوا بربنا لما رموا يونان وحسوا أنه هو سبب المصيبة، ولهم أنا هارب من وجه الرب. فهم ربنا استفاد وخلى كل اللي في السفينة والبحارة ذبحوا ونظروا نزورا للرب. في اليوم الثاني زي ما قلنا ان ربنا بيهتم بكل انسان حتى هو في عمق البحر، حتى لو هو انسان خاطئ زي يونان او معارض ربنا او عناد، او يبص لشخصيته ويبص لكلمته هتسقط لما ربنا هيسامح الناس دي كلها. ثالث يوم بقى اللي هو فيه توبة اهل نينوى، ده نحن نقدر نحط له عنوان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة. ففرحة السماء، وده اللي عايزه ربنا، وده اللي قاله ربنا ليونان في آخر الإصحاح. قال له أنت زعلان على يقطينة وعلى حاجة بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت وما تعبتش فيها ولا ربيتها ولا زرعتها. شوف الشعب بتاع نينوى وعددهم قد إيه، وعددهم قد إيه مع بهائم كثيرة. شوف أنا فرحت النهاردة لما مجرد أنت حتى ما مشيتش في المدينة كلها، أنت مشيت مسيرة يوم واحد. لكن شوف أنا فرحان النهاردة عشان تابوا ورجعوا عن ربنا، وفي توبتهم طبعا
في تفاصيل كثيره افتكرتها وانا كنت يعني سامع الحلقه. لا وانا كمان يعني عايز اقول لقدسك ان كمان يعني بعد ما يوناني النبي نفذ كلام ربنا وراح فعلا لاهل نينوى وراح لشعب نينوى مش يعني زي برضو انت عارف حضرتك ان يعني لا ولكن كمان ان ربنا اداله درس كمان بعد ما بعد ما نفذ كلامه بالزبط. يعني احنا مثلا لما يكون في واحد عايز حاجه من حد يدوب لما بينفذها له خلاص ما بيتكلمش معاه ولا بيسال عليه تاني، ولكن ربنا بعد رجع يونان تاني وخلاه واداله درس برضو بمضى لياقتينا طبعا مظبوط. طيب حابين برضو قدسك يعني تشاركنا في ان يعني قدسوا صوما ونادوا باعتكاف برضو عايزين المعنى الروحي من خلال هذه الآية، يعني الصوم ذات يعني في حد ذاته ده مقدس، وبرضو عايزين نفهم نادوا باعتكاف دي المعنى الروحي بتاعي. الآية دي جت في سفر يوحنا النبي في الإصحاح الثاني. لو احنا قرينا الإصحاح هنلاقي ان يوحنا النبي كان بيتكلم عن مجيء يوم الرب، فعايز الناس تستعد لمجيء يوم الرب. فمن ضمن الحاجات دي قال لهم قدسوا صوما نادوا باعتكاف، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم بالنوح والبكاء. يعني عايز يقول لهم احنا عايزين صوم يوصلنا ان احنا نستقبل ربنا ونكون فرحانين، لان ياما ناس صامت صوم غلط. الفريسي صام صوم غلط وكان بيفتخر بيه. إيزابيل أخاب وإيزابيل كانوا صاموا صوم غلط عشان ياخدوا حقل نبوت اليزرعيل. الناس المرائيين كانوا بيصوموا صوم غلط. يعني لازم الصوم عشان يكون مقبول لازم يكون صح بالضبط كده مزبوط. يكون هدفه القداسة، قدسوا هدف القداسة، والقداسة دي جاية من الله القدوس طبعا. فعشان نكون جاهزين نستعد لاستقبال الرب القدوس. طب هتقولي طب المسيح مش جاي دلوقتي. أنا مستعد لاستقباله سواء في المناولة، في حياتي الروحية، في عيشتي، إن ما فيش حد يعرف إمتى هيسيب الأرض ولا هيطلع السماء ولا المسيحية جامعة. فعشان كده كان هدف الآية دي قدسوا صوما، يعني خلوا الصوم بالقداسة وللقداسة. تمام. صوم قدوس وهدفه إن إحنا نكون جاهزين نستقبل الرب زي ما كان في سفر يقول بيكلمهم عن مجيء الرب، ويكون نادوا باعتكاف. يعني كل الصوم يكون فيه فترات صلاة، في فترات اعتكاف الإنسان تأمل. تأمل. وبعدين في نادي باعتكاف دي ليه معنى تاني حلو قوي. أنا لما بعتكف بنفصل عن العالم وشهوات العالم. وعايز أقول لهم الاعتكاف مش مجرد تأمل بس، لا، انفصال عن العالم وشهوات العالم. زي ما قال في سفر أشعياء 58 فك عقد النير، إطلاق المسبيين أحرار، أن تكسو العريان، أن تدخل التائهين الجائعين إلى بيتك. كل ده بتعمله كناحية روحية مع الاعتكاف، بتفصل نفسك عن الوحش وتلتصق بالحلو، تفصل نفسك عن الشر والشرير تلتصق بالخير بربنا وبالمناولة. عشان كده يبقى عندك صوم مقدس، صوم باعتكاف، صوم بفضاء الروحية، صوم في انتظار مجيء الرب. طيب الحقيقة وتسبونا يعني حابين نختم مع قدسك ان احنا ناخد من قدسك تدريب عملي يعني لينا كلنا في صوم يونان الثلاث ايام دول، وطبعا هنطبقه برضو ان شاء الله في الصوم الكبير، ولكن حابين برضو في الثلاث ايام دول ناخد تدريب عملي كده من قدسك. طب تسمح لي اقول تدريب ونصيحة صغيرة؟ طبعا. النصيحة الاول كانت نهاية صلاة يونان قبل ما يطلع من الحوت. قال كده جملة يمكن ناس كتير مش بتاخد بالها منها. قال الذين يراعون أباطيل كاذبة يفقدون نعمته. هو نفسه حس انه لما دور على ذاته وانه عبراني وانه كلمته هتقع على الارض ومطعش ربنا ومش عايز يتعب ولا يروح، حس ان دي هي دي الأباطيل الكاذبة. فحس انه خسر النعمة، خسر الرسالة اللي كان بعته عليها ربنا، ولقى نفسه في بطن الحوت. فالإنسان لازم يفكر كويس في الأباطيل اللي هي بتفقده نعمة ربنا، زي الذات والكبرياء وعدم الطاعة. أنا من عيلة فلان، أنا في الشغل الفلاني، أنا موقفي كذا، أنا كلمتي تتسمع، أنا الكبير، أنا مش في حاجات كتير بنسميها أباطيل كاذبة. لما بنمشي وراء الأباطيل الكاذبة بنخسر حاجات كتير، ومن ضمنها النعمة اللي ادعينا ربنا. أما بالنسبة للتدريب هو في نظري أنا تدريب مهم وواحد بس، إني لما وصلت الرسالة إلى أهل نينوى صاموا، بس مش صاموا بس،
دي النقطة المهمة. قدسوا صوم. بالصوم عن الأكل والشرب. صوم روحي. صوم عملوا إيه؟ لبسوا مسوحا. نادوا باعتكاف. رجعوا عن الشر اللي كانوا بيصنعه. ودي نقطة مهمة. إذا أنت عايز تصوم ما تقولش أنا بس الأكل ده افطر ولا صيام. لا أكل دلوقتي ولا أكل بعد ساعة. لا مش دي بس. القصة إن كده ترجع عن الشر اللي بتصنعه. وانا اعتقد ان ربنا ما بصش قوي لصوم يونان على قد ما بص صوم اهل النيل واسف على قد ما بص التاثير اللي جوه الصوم التاثير اللي جوه الصوم انهم رجعوا عن افعالهم الرديئه العمق اكتر يعني عمق بروحانيه او زي ما احنا كنا لسه بنتكلم صوم مع حاجه تانية انت مش مجرد صوم الصوم لوحده مش هيفيدك لكن صوم مع تدريب روحيه فالناس بدأت ترجع عن الشر اللي عملته فلازم احنا نتعلم في بداية الصيام ندرب نفسنا يعني نبعد عن اي حاجة وحشة بنعملها نتضع نلبس مسوح نعيش في حياة روحانية ده هيبقى كمان امتداد لفترة الصوم الكبير معنا بعد كده كل سنة وانتم طيبين وربنا يبارك في حياتكم أنا فعلا بشكرك جدا أتسابونا وبشكرك كمان على الختام في التدريب الروحي وطبعا عايزين برضو نوضح لمشاهدينا أن هذا التدريب مش نستخدمه بس في فترة صوم يونان ولا كمان فترة الصوم الكبير لكن يبقى طول حياتنا إن شاء الله يبقى طول حياتنا كده يعني كلها قداسة ويعني لو حتى لو ما كانش فيه صوم يبقى نعمل برضو النقد اللي بنطلع بيه من الصوم بشكرك جدا أتسابونا وكل سنة وأتساك طيب كل سنة وأتساك طيب مشاهدينا بنشكر جدا أتسابونا القمص يوحنا فايز كاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين بالمهندسين مشاهدينا بكده خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم حوتا عظيما عايزين نستفاد من كل الفضائل المتلازمة واللي بتبقى دايما مرتبطة بالصوم علشان نكمل بيها حياتنا كلنا أشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوتا عظيما وإلى اللقاء